بيبدأ فيلمنا النهاردة بجيل، واللي بتكون مسعفة عسكرية سابقة وبتشتغل حارسة في مستشفى نفسية، وبترجع من شغلها وبتروح تشوف بنتها وابنها واللي بيكونوا عايشين مع جدتهم أم باباهم بالقانون، وبتكون جدتها عندها اجتماع في الكنيسة وبتطلب من جيل تاخد أولادها بعربيتها وتقضي معاهم اليوم، وبتاخدهم جيل بالعربية، وفجأة وهم بالطريق بتحصل انقطاع لطاقة الكهرومغناطيسية والعربيات كلها بتفصل وتدخل في بعضها وتعمل جيل حادث بالعربية وتوقع العربية وهم جواها في بحيرة، ورجال الشرطة بينقذوا بنتها من الموت، وبصعوبة بتطلع جيل من المياه وبتنقذ ابنها. وهنا بتكون الناس بتعاني من قلة النوم وان مفيش حد في المدينة قادر ينام، وبتروح المستشفى عشان الجرح اللي في راسها بسبب الحادث بيكون في المستشفى مصابين كتير، وبتروح البيت وبتكون حماتها قلقانة عليها جدا وبتعشي وتروح تنام هي وحماتها لكن بدون فايدة، وبتكون بنتها نايمة. وتاني يوم بتروح جيل المستشفى اللي هي شغالة فيها، وهنا بتكون جيل بتسرق حبوب منوم، لكن فجأة بيدخل الجيش وبيرفع السلاح في وش جيل، وبتكون معهم دكتورة نفسية واللي بتكون عارفة جيل وبتقولهم انها تعرفها، وبتقولها الدكتورة دي تعالي معايا المركز، وبترفض جيل وتفهم من زميلها ان الناس كلها مش قادرة تنام وان المركز ده اتعمل عشان واحدة بس اللي قادرة تنام وان الناس كلها في خطر وان قريب هتعم الفوضى، وبتقوله جيل الكلام ده غلط وان بنتها بتنام، ويرد زميلها ويقولها انت متأكدة انها كانت نايمة، وبتقوله انت تقصد ايه، ويرد ويقول لها ان لو بنتها مش نايمة فهي حياة ميتة، وبتقلق جيل وبتاخد العجلة بسرعة وبتروح لبنتها وبتدور عليها، وبيقول لها ابنها ان اخته مع جدتها في الكنيسة، وفي الكنيسة بيكون القص بيثبت لهم ان في معجزات وممكن تنتشر، وبيقول لهم عندنا طفلة نايمة اللي هي بنت جيل وممكن تنتشر المعجزات، وبتوصل جيل الكنيسة عشان تاخد بنتها، وبيكون الناس اللي في الكنيسة عايزين يضحوا بيها عشان يرجع له من النوم، وبيحاول زميل جيل يفهمهم الوضع لكن واحد من الناس دي بيكون شرطي وبيضربه بمسدس وبيموت زميل جيل، وبتروح جيل تهرب بنتها، وفي وسط كل ده تنجح جيل ان تلاقي بنتها وتاخدها وتهرب بيها. وهنا بيقول لها ابنها انه اخذ من جيب جثة جميلها عنوان المركز وانهم لازم يروحوا هناك، وبتتعصب مامته عليه وبتقول له ان ده مكان مش امن ومش هتسيبهم يطبقوا اختباراتهم على اختهم، وبيقول لها انهم هيموتوا وهي هتفضل لوحدها ويمكن هي كمان تموت، وبتوافق في الاخر جيل وبتروح مكان تعرفه وبتدور على زميلها واللي بيكون اتنين قتلوه، وبتكون مستخبية لحد ما بياخدوا عربيته اللي هي من طراز قديم، وبتشتغل رغم الظروف ديت وبيخرجوا بيها، واول ما بيخرجوا بتاخد جيل عربية تانية وتاخد ولادها في طريقها للمركز ده، وتفضل طوال الليل بتسوق العربية على الطريق، وبتكون في طريقهم بتقابلوا مكتبة عامة وبيدخلوها عشان تجيب خرائط تساعدهم، وبتكون بنتها في العربية، وفجأة بتشوف من الشباك المكتب مساجين في الشارع ببدل حمراء، وبتجري هي وابنها على بنتها، لكن واحد من المساجين دول بياخد العربية وبيهرب، وبيتلم عليهم الباقي المساجين وبترفع في وشهم المسدس، وفجأة بيرجع المسجون بالعربية تاني وبيقول لها يا الأم ارقبي، وده بعد ما بيكتشف بنتها اللي في العربية معاه، وبعد صراع طويل بيتعاونوا معاه وبيكملوا طريقهم، وبيطلع عليهم مجموعة من الناس تهاجمهم وبتنجح انها تفلت منهم، وبتوصل لمكان قريب من المركز لكن بتسيب العربية للمسجون اللي كان معاهم وبياخد العربية وبيمشي. وهنا بتقول لجيل لأولادها خليكم هنا لحد ما تشوف المركز ده آمن ولا لا، وهل هم لقوا علاج ولا لا، وبتنجح جيل تدخل المركز وجوه وبتقابلها ممرضة، وجيل بتقول لها فين الست اللي بتنام، وبتكون ست كبيرة وتقرب منها، وأنا بتقول لها خرجك من هنا بشرط انها تربي بنتها وان بنتها بتقدر تنام زيها، وفجأة بتدخل الدكتورة اللي تعرفها جيل وبتقولها انت بتعملي ايه هنا، وبتقولها انا جاية ساعد، فبتحضنها وبتسألها جيل اذا كانوا لقوا علاج ولا لا، وبتقولها مفيش علاج واننا كلنا هنهلك. وهنا بتخرج جيل وبتكون زعلانة، وفجأة بتظهر العربية وبيكون فيها المسجون وابنها وبنتها، والجيش بيوقفوه وبيخلوهم يرفعوا ايديهم ومصوبين السلاح ناحيتهم، وبتقول لهم البنت انا بقدر انام، وبياخدوها وبيحبسوا جيل وابنها وبياخدوا البنت يجروا عليها التجارب، وفجأة الجنود بيتهيأ لهم ان في حد بيهجم عليهم وبيخلصوا على بعض، وبتنجح جيل انها تخرج وتدور على اولادها، وبتشوف ابنها وهو بيمسك سلك الكهرباء وبيتكهرب ويوقف قلبه، وبتجري البنت تجيب جهاز عشان تنعش قلبه، وبعدها بساعات بيصحى الولد وبيكون فايق، وبيكتشفوا ان الحل انهم يموتوا ويصحوا من جديد زي ما حصل مع البنت وماتت يوم عملوا الحادثة. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام.